1989年、クーデターにより独裁政権が誕生したスーダンでは、表現の自由が奪われた。愛する映画は消えた。Lights, cameras. そして20年後。Action.أنا بفتكر الشاشة حي داني يلا تعال نطي الاسكريم بيقوم بس ما يدعني المبلغ كده عجيب جدا جدا موقف نهائي كده يعني ما فيه ما فيش مناف نكفي اللي كده تقفي التحيد عليه يا أخي قول لي السينما نجلوك نعلم في السينما دي بعدين شنو هاي سجيباته أجنبي قالت مشهد تستلم وقالت امشي الامن يعني جيلنا ده ضايشنا سنوات عاصفه جدا في ازمنه كده بيكتر فيها الفشل والثاني بيكتر التفاؤل ようこそ革命シネマへ。シネマ。